بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 90 دقيقه. اتوجه بالتهنئه الحاره لجميع الاخوه المسيحيين في مصر النهارده بمناسبه عيد الميلاد المجيد، واقول لهم كل عام وانتم جميعا بخير وبسعاده. كل عام ومصر كلها دائما ملتفه حول قلب رجل واحد. كل عام ومصر دائما مسلميها ومسيحييها هم دائما المصريين اللي بيبنوا مصر، بيبنوها للمستقبل. مصر الخير، مصر العمار، مصر ان شاء الله اللي جايه اللي هتكون جميله ان شاء الله بينا كلنا مسلمين ومسيحيين باذن الله. النهارده احتفل الاقباط الارثوذكس والانجيليين في مصر بعيد الميلاد المجيده، وعقد القداس الرئيسي في الكنيسه الانجيليه بمقرها في مصر الجديده بشارع كليوباترا، حيث ترأس القداس الدكتور القس صفوت البياضي والقس اندريا زكي والقس مكرم نجيب، بينما ترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطرك الكرازه المرقسيه قداس العيد الاول بالكاتدرائيه. تعالوا نشوف التقرير عن احتفالات الاقباط بالعيد، نرجع تاني. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. في عيد الميلاد المجيد تزينت الكنائس واحتفل الأقباط الأرثوذكس واستقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شعبها، وتلقى البابا توادروس الثاني التهنئة من المصريين مسيحيين ومسلمين ومن عدد من المسؤولين منهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الجار، وأمرنا أيضا بأن نحسن إلى أهل الذمة، والقرآن أيضا أمرنا بأن نحسن إلى أهل الذمة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبالتالي مسألة بسيطة جدا، أنا مصري جاي أقول لإخواتنا المصريين كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر آمنة ومطمئنة وسالمة ودولة واحدة وإحنا إيد واحدة وشعب واحد. فسيد المسيح مرة سئل من واحد ماذا فعل أرس الحالة الأبدية، قال له تحب الرب إليك من كل قلبك وتحب أخيك كنفسك، وأخيك هو أي إنسان. فربنا يدينا أن احنا نعيش في المحبة والسلام ونسعى للسلام بكل الطرق، وتبقى مصر قوية بمسلميها ومسيحيها وإيد واحدة. ربنا سبحانه وتعالى يعيد هذه الأعياد على يعني كل الشعب المصري بالخير واليمن والسعادة، كما قلت هذا النسيج المتفرد، نسيج الأخوة، نسيج الحب لمصر، نسيج الحب للحياة، نسيج العمل الصالح في الجميع، إن شاء الله يوصل مصر لما تصلوا إليه. بهني كل مصر مش مسيحيين بس، لأن أعيادنا هي أعياد كل المصريين، يعني حتى زي ما احنا برضو بنشارك إخواتنا في العيد الصغير والعيد الكبير أيضا هم مشاركون. فكل أنا شايف أن في مصر الحياة روح جديدة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وبقول زي ما قال القرآن وقال ديننا الحنيف، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم، وهذا هو البر. وربنا يديم دايما العلاقات الجميلة يعني، ويديم لمصر الخير إن شاء الله. زي ما انتم شايفين هو عيد بصحيح بوجودنا كلنا مع بعض، وفرحانين بتشريف معالي الوزير وكل الرموز الرائعة اللي جاية كالمعتاد تهني، فإحنا بنهنيهم وهم بيهنونا، بنعيش حياة العيلة الواحدة بفرح بقيادة قداسة البابا وكل المسؤولين اللي بيفرحونا بسلامة البلد، وربنا يديم المحبة والفرح. كل سنة وانتم طيبين. أعتبر 7 يناير عيد وطني عام وليس عيد ديني فقط، بنشترك فيه جميعا. وهذا أول عيد يعني يترأسه قداسة البابا توادروس الثاني. نحن نترحم على البابا شنودة ودوره الوطني التاريخي المعروف، ونتمنى لقداسة البابا الجديد أن يكون موفقا في خدمة الكنيسة والوطن والإنسانية جمعاء. لما يبقى جوه الكاتدرائية مسلمين أكتر كمان من المسيحيين جايين للتهنئة، أنا بتصور إنها رسالة وحدة وطنية كلنا هنحافظ عليها الفترة الجاية إن شاء الله. مع رئيس مجلس الشورى، مع بقية الوزراء، من قلبهم جايين يهنوا المسيحيين مهما تقال، ما تهنوش المسيحيين في أعيادهم. المصري بيرفض هذا الكلام المتشدد. هكذا هي الأعياد في مصر، أعياد لكل المصريين مسلمين ومسيحيين. عيد ميلاد مجيد احتفل به مسيحي مصر وشاركهم مسلموها بتقديم التهنئة. من داخل الكاتدرائية بالعباسية، إيمان التوني، 90 دقيقة،
قناة المحور. هي دي مصر الجميلة، هي دي مصر فعلا اللي فيها محبة يعني بتكسوها في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل موقف. يعني المحبة تجسدت النهاردة في زيارة جميع المسلمين للإخوة المسيحيين والأقباط لتهنئتهم بالعيد. معنا على التليفون نيافة الأنبا إبرام أسقف الفيوم وعميد الكلية الإكليريكية بالقاهرة. أهلا بك نيافة الأنبا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا سنة، كل سنة ومعليك طيب وعيد سعيد على حضرتك إن شاء الله. مصر كلها، واحنا حبينا نكلم حضرتك نعيد عليك ونقولك كل سنة وانت طيب كل سنة ومعليك طيب. وتحب تقولها في هذه المناسبة نيافة الأنبا؟ أقول بالمناسبة دي إن شاء الله ربنا يجعل العام الجديد عام مبروك على مصر كلها. نعم. شعبها المحب، مسلميها ومسيحيها. إن شاء الله يكون عام سعيد إن شاء الله، وعيد سعيد على حضرتك إن شاء الله. معنا على التليفون أيضا الدكتور صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجليزية. دكتور صفوت كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب أستاذ عمرو، الأسرة بخير وكل مصر بخير، وأنا بعتقد أنه يمكن أفضل الأعياد اللي رغم كل الظروف المحيطة والأزمات اللي فيها كل الشعب يتضافر وتضامن، ونشوف العدد الكبير من إخواتنا المسلمين يشاركونا في احتفالات بالأمس. يعني أفضل مظهر مش بس للمصريين لكن للعالم كله، وأعتقد أنتوا قدامكم يعني خير شاهد ودليل على روح المحبة والإخوة اللي تجمعنا معا رغم كل الغيوم أو الهموم التي أراها في الظل وبعيدة عن واقع جموع المصريين. ربنا يديم المحبة والسلام على كل المصريين، وحتى تكون مصر دائما نموذج ومثال يحتذى ليس فقط في العالم العربي لكن للعالم كله. شكرا حضرتك طيب، وإن شاء الله عيد سعيد. وزي ما قلت احنا دائما يعني بننتظر هذه المناسبات الجميلة، هذه الأعياد الجميلة، عشان ننتهزها فرصة عشان خاطر نتزاور نتحاب، نؤكد على يعني عمق العلاقة، وننفي تماما أي غبار أو أي كلام ممكن أن يقال أو يمس هذه المحبة الموجودة بين مسلمي ومسيحي مصر. كل سنة وجميع مسيحي مصر طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة. النهارده أكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة أنه في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم تمكنت عناصر القوات المسلحة العاملة في سيناء من إحباط محاولة لتفجير كنيسة رفح. وقال العقيد أحمد علي أن ذلك تم بعد نجاح دورية تابعة للقوات المسلحة من ضبط سيارتين تويوتا دبل كابينة ودايو لانوس سماوي اللون وبدون لوحات، وذلك في المنطقة خلف حي الصفا بين كنيسة رفح وأحد إحدى الوحدات العسكرية تحت الإنشاء. وفرت إحدى السيارتين وبها مجموعة من العناصر الملسمة. بتفتيش السيارة الأخرى عثر داخلها على 4 جوال من مادة TNT واثنين سلاح آلي واثنين خزنة 50 طلقة وخمسة مفجر كهربائي وقاذف RPG ودانة RPG. معنا على التليفون الاستاذ احمد سليم مدير مكتب صحيفه الاهرام في شمال سيناء. استاذ احمد مساء الخير يا فندم.
مساء الخير يا فندم. اولا عايزين نعرف تفاصيل ماذا جرى اليوم من محاوله احباط محاوله تفجير كنيسه رفح اللي قامت بها القوات المسلحه. نعم، يمكن هو زي ما ذكرت حضرتك في تمام الساعه الواحده من صباح يوم الاثنين تم ضبط سيارتين احدهما يعني ملاكي او سموية اللون بدون لوحات معدنية، والاخرى عربية نصف نقل. وغالبا هذه السيارات ما تكون بتجوب في مناطق الصحراء او يعني مثيلتها مثل الذي كانت تستخدم في تفجيرات خط الغاز السابقة. ضبطوا طبعا فيهم 5 مفجرات وخمسين جوال من مادة تي ام تي وهي اسلحة آلية. لكن الحقيقة يعني هو بتشير انه قد يكون الملثمين عناصر فلسطينية تسللت عبر الانفاق الى محافظة شمال سيناء في محاولة لتفجير الكنيسة، مع الذكر ان هذه الكنيسة قد يعني تقريبا تم حرقها بالكامل في عام 2011 بعد الثورة. اعتقد ان النية كانت تتجه الى تفجير الكنيسة نفسها دون استهداف اشخاص او افراد في هذه الكنيسة. نعم. استاذ احمد، الجيش يعلن عن هذا الموضوع على صفحته الرسمية ومدير الامن ينفي تماما معرفته بالواقعة، ما تفسير ذلك؟ نعم، هو الحقيقة الجيش هو اللي تمكن من احباط هذه المحاولة، والقوات المسلحة هي اللي تمكنت من احباط هذه العملية. يمكن احنا كصحفيين ايضا سألنا القوى الشرطة من الصبح، لان الشرطة ليس لديها اي معلومات عن هذه العملية، لكن اعتقد ان الجيش حتى نزل وبالصور الكميات اللي تم ضبطها والاسلحة اللي تم ضبطها بالكامل، لكن الشرطة بالفعل ليس لديها اي معلومات ان العملية تمت بالكامل. ما كانش في تنسيق بين الجيش والشرطة في هذه العملية يا استاذ احمد؟ لا اعتقد لم يكن هناك تنسيق، لانه المنطقة اللي تم ضبط فيها السيارتين منطقة عسكرية بالكامل، يعني منطقة حي الصفا ومنطقة الحدودية دي منطقة عسكرية هي اللي بتراقب المنطقة او المكان نفسه بيتم مراقبته من القوات المسلحة. شكرا جزيلا الزميل الصحفي الاستاذ احمد سليم مدير مكتب صحيفة الاهرام في شمال سيناء. النهاردة ايضا تمكنت مديرية امن السويس من ضبط كمية كبيرة من الاسلحة النارية ودانات المدافع بعدما تم رصد تحركات احد الاشخاص اللي كان بيتردد على منطقة المقابر القديمة بدائرة اسم شرطة الاربعين، وتم ضبط الشحنة وتبين ان من بينها مخلفات حروب، وكان اشخاص يستعدون للقيام بعملية تخريبية بها. معنا على التليفون الكاتب الصحفي الزميل سيد نون مدير مكتب صحيفة الشروق بالسويس. استاذ سيد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل؟ تفاصيل الموضوع ايه بالظبط؟ ضبط شحنة السلاح النهارده، ايه التفاصيل؟ اولا اريد ان اوضح انه حسب تصريح اللواء عادل رفعت مدير امن السويس ان هذه الاسلحه ليست مخلفات حرب، ولكن هي اسلحه صالحه للاستخدام تماما، ومن بينها اسلحه متطوره. فقد وردت معلومات الى مباحث مديريه امن السويس بالقيام مهربي أسلحة بدفن كميات كبيرة من الأسلحة داخل أحد المقابر القديمة بمنطقة الأربعين، وبتفتيش هذه المقبرة الساعة 5 فجرا بالرغم من العواصف الترابية الشديدة التي تعرض لها محافظة السويس، تم ضبط 150 طلقة RPG، 5 دانات مدفع، 2 فتيل تفجير، هذا بجانب عدد من المسدسات محلية الصنع وأيضا صناعات أجنبية أخرى. الجديد بالذكر حضرتك ان الشهر اللي فات نجحت قوات نفق الشهيد احمد حمدي وخاصه قوات البحث الجنائي بها من ضبط 107 صندوق ذخيره كانت قادمه من ليبيا وهي اسلحه ليبيه وكانت في طريقها الى جنوب سيناء، هذا بجانب 64 لغم ارضي في هذا التوقيت. انا بتكلم عن الشهر اللي فات غير النهارده، وهذا يدل على مدى المواجهه التي تحدث حاليا ما بين الشرطه ومهربي الاسلحه. طيب اسالك يا استاذ سيد، يعني هذه الاسلحه كانت هتستخدم في ايه؟ هيعملوا بيها ايه؟ انا اعتقد من خبرتي في التعامل مع هذه القضايا داخل محافظه السويس، وطبعا حضرتك عارف ان السويس هي المنفذ الرئيسي لسيناء عن طريق النفق وعن طريق المجرى الملاحي، انا اعتقد ان معظم هذه النوعيات من الاسلحه كانت من المفترض ان تهرب الى الضفه الاخرى يعني.
شكرا الأستاذ سينود مدير مكتب صحيفة الشروق بالسويس بعد ما كشف لنا عن تفاصيل عملية ضبط كمية من الأسلحة النارية الموجودة هناك في السويس. النهاردة أعلن عدد من وكلاء النيابة تراجعهم عن الدعوة للإضراب عن العمل بكرة للمطالبة بإقالة النائب العام، وفي نفس الوقت سادت حالة من الجدل، هل من حق أعضاء النيابة الإضراب عن العمل ولا زي ما قال معالي وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه ليس من حق القضاء أن يضربوا، أن القوانين الدولية تحرم عليهم الضغط بهذا الأسلوب، وده لأن القاضي زي الجندي في المعركة على حد قول وزير العدل. معنا على التليفون معالي المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل. مساء الخير هشام. إيه؟ مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. هل هناك أي قانون يجرم إضراب القضاء أو وكلاء النيابة؟ لا، احنا مش بنتكلم على القانون المصري، القانون المصري مفيش فيه حاجه بهذا الشكل، لكن المواثيق الدوليه اللي موقعه عليها مصر بتحرم على فئات معينه من او مهن معينه بتحرم عليها الاضراب. يعني ضباط الشرطه لا يجوز ان هم يضربوا عن العمل، ضباط القوات المسلحه لا يجوز ان هم يضربوا عن العمل، حتى الاطباء او يعني المهن اللي هي بتمثل نوع من انواع الخدمات المباشره للناس وتحقيق السلام الاجتماعي ليهم، وطبعا اهمها مهنه العداله، القضاء دول القائمين على العدل. فتصور ان 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 اضراب ان اضراب البعض منهم نتيجته هتكون ايه؟ هتكون توقف مرفق العداله بالكامل. لكن الاكثر من هذا ان كمان ان لا يجوز حتى وفقا لكل القوانين المحليه لا يجوز للعامل ان يجبر غيره على الاضراب، يعني اذا اضرب هو شخصيا عن العمل فلا يجوز له ان يمنع زميله او يجبر زميله على الاضراب عن العمل. لكن طبعا احنا مش عايزين يعني نوسع المساله ونقول ان ما حدث من اعضاء النيابه في خلال الفتره اللي فاتت كان نوع من انواع الغضب من شباب النيابه العامه، هم لديهم اسبابهم، وكان وللاسف انهم ارادوا التعبير عن هذا الغضب بالشكل اللي حصل بتوقف الجزئي عن، ولم يحدث اضراب كامل عن العمل، هو حدث توقف جزئي عن العمل بالنسبه لوكلاء النيابه، يعني كانوا بيتبادلوا ما بينهم وبين بعض العمل في النيابات، فلم تتوقف النيابات عن العمل الحمد لله. قررهم النهارده بالعدول عن الاضراب الكلي اللي كانوا سبق اعلنوا عنه من 3 ايام عن ان هو هيتم بكره والثلاث والاربع والخميس. طبعا ده شيء طيب نحن نرحب به ونقدره ونسمنه لهم. المسائل في الوضع في النيابه العامه يحتاج الى هدوء من شباب النيابه وهدوء من الجميع حتى يتم تسويه الامر بشكل مرضي وداخل اطار القانون وفي طبقا للتقاليد والاعراف القضائيه المستقره في مصر. اي نوع من الاجبار او الايحاء باجبار النائب العام على اتخاذ قرار معين امر غير مقبول طبعا، حتى لو كانت الاسباب الداعيه ليه. لكن هل توصلتم من شان بيه لاي حل لموضوع مطالب الساده وكلاء النيابه؟ اعتقد ان الخطوه موضوع النائب العام، اعتقد ان الخطوه اللي تقدموا بيها وكلاء النيابه النهارده دي بادره خير طبعا، وان شاء الله خلال الايام القادمه يكون في حل. هو الامور دلوقتي مستقره، يعني الوضع لم يحدث فيه تغيير حتى هذه اللحظه، ولكن تصرف قرار وكلاء النيابه النهارده بان هم يستمروا في عملهم ولا يتوقفوا بادره طيبه جدا، واعتقد انها ستجد اثر طيب عند النائب العام شخصيا وعند مجلس القضاء الاعلى وهم المسؤولين عن هذه الازمه، عن حل هذه الازمه، وان شاء الله يكون في خلال فتره قريبه حل ليها، حل يرضي جميع الاطراف ويهدئ الاجواء وبحيث يعود الاستقرار للمؤسسه القضائيه ثاني، لان الحقيقه ان الفتره اللي فاتت هزه كبيره جدا، هزه القضاء. نحن نحتاج ان يتكاتف الجميع، جميع رجال القضاء والنيابه العامه وحتى حضراتكم تقفوا معانا في هذه المسألة. نعم. في الإعلام وفي المجتمع كله. قضاء قوي في مصر معناه استقرار، قضاء قوي في مصر، قضاء قوي ومستقل في مصر معناه تنمية حقيقية، معناه مجتمع ديمقراطي حقيقي، معناه مزيد من الحريات. ده اللي احنا نتمناه بعد ثورة مضى عليها سنتين، عايزين نشوف مصر بتتقدم لقدام، أول خطواتها أن يستقر القضاء فيها إن شاء الله. شكرا جزيلا معالي المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل. معنا على التليفون المستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي القضاء عن وكلاء النائب العام. مساء الخير معالي المستشار. مساء
مساء النور يا فندم. الموقف النهائي من دعوه عدد من وكلاء النيابه الاضراب ايه يا فندم؟ هو احنا قررنا النهارده كاعضاء نيابه ان احنا ناجل الاضراب الكلي وعدم تعليل العمل كليا لاجل غير مسمى. هناخد جمعيه عموميه يوم الاثنين القادم هنقرر فيها الاجراءات اللي هتتم. للعلم بس هي المبادره دي احنا كنا في اخر اجتماع لينا قررنا التصعيد بكل سبل التصعيد. كانت سبل التصعيد عندنا امرين، الامر الاول ردا على من قال ان وكلاء النيابه العامه المعترضين على النائب العام هم عدد قليل من الاعضاء وانهم لا يمثلون السواد الاعظم من اعضاء النيابه العامه، فردنا كان على ده بجمع التوقعات من اعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهوريه لتاكيد موقفهم من المستشار طلعت ابراهيم وعما اذا كانوا يرغبون في استمراره بمهام عمله من عدمه. احنا ابتدينا في جمع التوقعات، النسبه التي وصلت الينا حتى الان من النيابات تجاوز ال 75% رفض الاستمرار المستشار طلعت ابراهيم في منصبه. تمام؟ كعينه عشوائيه عشان اقول لحضرتك بس على حاجه بس دون ذكر للنيابات، احد النيابات الكليه عدد اعضائها 33، 30 عضو نيابه رفضوا استمراره في مهام عمله. احد النيابات الكليه 80، 68 عضو نيابه رفضوا الاستمرار في مهام عمله. ده رقم واحد. بناء عليه كان الاسلوب الثاني للتصعيد عندنا او الخطوه الثانيه للتصعيد كانت هي اللجوء لتعليل العمل كليا. اثرنا ان نكمل الطريقه الاولى او الحل الاول الى منتهى، فقلنا ان احنا بعد ما جمعنا توقعاتنا هننتظر ونعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى ليطلع على الامور، ونعلم انه يعلم جيدا موقف اعضاء النيابه العامه بدليل ان مجلس القضاء الاعلى ناشد المستشار طلعت ابراهيم بالاستقاله من منصب النائب العام والعوده الى منصه القضاء. فلا يمكن لاحد ايا ما كان ان يقرر ان ذلك الامر ناتج عن اندفاع من وكلاء النيابه او ناتج عن قله من اعضاء النيابه العامه، لاننا اذا كنا من الممكن ان يقال ان اعضاء النيابه العامه كانت لديهم ثوره غضب، ان اعضاء النيابه العامه لم يقدروا الموقف تقديرا جيدا، فهل يقبل ان يقال مثل ذلك الامر على شيوخ القضاء؟ بس في سؤال يمكن بيطرح نفسه هنا شادي، بيسمح لي في النقطه دي. يعني هل ترى ان الاضراب يعني او هناك يعني جدل حول هذه النقطه ان الاضراب هل هو حق لاعضاء النيابه ام ان منصبهم لا يسمح لهم بذلك؟ هو حق لاي مواطن. وللعلم برضه تمام؟ كان في قبل كده وقع قبل كده كان فيها في سنه اعتقد في الثمانينات او في اول التسعينات وحكم شهير فيها المحكمه عندما قام اعضاء العاملين بهيئه سكك حديد مصر بتعطيل العمل، قضت محكمه اول درجه بادانتهم ثم قضت المحكمه العليا بتبرئتهم تاسيسا على احد الاتفاقيات الدوليه المنصوص عليها في مصر. فاحنا الاضراب ده حق لاي مواطن، حق لاي حد ان هو يعبر عن رايه في الغضب. لا يمكن ان يجبر وكيل نيابه على لكن اذا القرار النهائي هو يعني النهائي هو التعليق مؤقتا. القرار النهائي لنا استمرار تعليق العمل جزئيا بجميع نيابات جمهوريه مصر العربيه لاجل غير مسمى. الدعوه الجمعيه عموميه يوم الاثنين القادم بنادي القضاء، هنعقد اجتماع موسع لاعضاء النيابه العامه وهيشاركنا فيه زملائنا من القضاء. هننتظر في خلال تلك الفتره موقف مجلس القضاء الاعلى، هنعرض عليه التوقعات التي تم جمعها من اعضاء النيابه العامه ليتخذ مجلس القضاء الاعلى ما يراه مناسبا حيال حل الازمه. نناشد جميع المسؤولين داخل المؤسسه القضائيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لحل الازمه. الازمه ليست ازمه اعضاء النيابه العامه فقط، الازمه ازمه قضاء. نجد ان مصر الان في محنه لا نقبل بما وصل اليه الحال داخل المؤسسه القضائيه باي حال من الاحوال، لكن ما وصل اليه الحال ليس نحن السبب فيه، مش احنا السبب في اللي حصل ده، اللي سبب في اللي حصل ده المستشار طلعت ابراهيم باقحامه داخل السلطه القضائيه بطريقه غير شرعيه. واعلن سيادته ذلك واعلن انه غير راضي عن طريق عزل النائب العام. يجب ان يتم تصحيح الامر ويجب ان يتراجع المستشار طلعت ابراهيم عن اصراره في التمسك بمنصب النائب العام والعوده الى صفوف القضاء. شكرا معالي المستشار شادي خليفه عضو مجلس اداره نادي القضاء عن وكلاء النائب العام. النهارده اقيمت احتفاليه لتكريم اعضاء الجمعيه لتاثير الدستور في احد الفنادق، كامل 90 دقيقه كانت هناك. شوف التقرير ده جاتنا. بحضور دكتور هشام قندير رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات السياسية، قام المستشار حسام غرياني بتكريم أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تقديرا لجهودهم في وضع دستور مصر الجديد. التكريم الحقيقي لأعضاء الجمعية التأسيسية أن يدرك كل مصري ومصرية حقوقه الدستورية من الآن ويحافظ عليها ويطبق المواد التي كتبناها وبذلنا فيها جهد طوال 6 شهور على الأرض. الدساتير لا تكتب لتكون مجرد حبر على ورق، هناك بريطانيا وهي من أهم الديمقراطيات في العالم لا يوجد لديها دستور مكتوب ولكن فيها قواعد مستقرة يعمل بها الناس. احنا عايزين كل المصريين يقرأوا مواد الدستور بحرص ويراعوا في تطبيقه أن يحتفظوا بحقوقهم كاملة ولا يتنازلوا عنها. ساعدونا بهذه الدعوة وقالوا يا تكريم للجمعية التأسيسية وتخليد
لتاريخ المجموعة اللي اجتهدت وانتجت هذا الدستور اللي هو ثمرة الثورة، اللي هو تاج الثورة، اللي هو الانتقال من الثورة الى الدولة. بالتأكيد هي حاجة جميلة، والاجمل ان اللي دعانا القوات المسلحة، وانا الان في ذهني ان القوات المسلحة احتضنت الثورة يوم ما قامت، والان بتحتضن الدستور بعد نفاذه. واعلن المستشار الغرياني عن تشكيل جمعية اهلية تحمل اسم الجمعية التأسيسية لنشر الثقافة الدستورية. الجمعية التأسيسية للدستور، احنا اقتبسنا نفس الاسم اللي كنا موجودين فيه. جمعية هي مهمتها نشر الثقافة الدستورية. انا دلوقتي متولي مهمة الامين العام لغاية اشهار الجمعية ان شاء الله، وبعد كده هنشكل المكتب التنفيذي ليها باذن الله. وعلى هامش التكريم كان لنا لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ووزير البيئة حول رؤيتهم عن مستقبل الحياة السياسية المصرية. بنهني الأخوة في الجمعية التأسيسية النهاردة، بنحتفل بيهم بالمجهود الكبير اللي عملوه عشان يظهر لنا دستور، أول دستور في مصر بعد ثورة 25 يناير. بذلوا مجهود كبير، عملوا ليل نهار، والشعب قال كلمته وقال نعم هذا الدستور. فاحنا النهاردة بنهنيهم ونشكرهم على المجهود الكبير اللي عملوا بيه. أنا بقول إن الحكومة القادمة أمامها تحديات، أو الحكومة الحالية أمامها تحديات، وتحديات كبيرة جدا. والتحدي الأكبر والأعظم بالنسبة لها هو سد العجز في الموازنة، وتحقيق تنمية حقيقية. أمامها تحدي أن المواطن لابد أن ينعكس عليه أداء الحكومة بتحسن في أحواله المعيشية، وده التحدي الأكبر بالنسبة لنا. إحنا عندنا تكليف بالتركيز على المواطنين وعلى احتياجات المواطنين. قد بعض الناس ممكن يقول طب ومال البيئة ومال الكلام ده؟ لا، في خدمات سريعة ممكن نساهم فيها زي خدمة القمامة والنظافة والتجميل، حاجة أساسية. الحاجة الأخرى إن إحنا عايزين نركز على المحميات الطبيعية كمصدر دخل وفرص لتشغيل الشباب. عايزين نبص للمستقبل، قضايا المناخ، قضايا تلوث النيل، من الشطة، الملفات الهامة جدا. نجيب سليم، 90 دقيقة، قناة المحور. مع تليفون الدكتور عمرو دراج امين الجمعيه التاسيسيه. اهلا بيك دكتور عمرو. اهلا يا دكتور عمرو، ازيك؟ الحمد لله. يعني خليني اسالك على فكره، او ما مدى جديه فكره تحويل الجمعيه التاسيسيه او الاعضاء في الجمعيه التاسيسيه الى جمعيه تتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ ماذا صحه هذا الخبر ايه يا فندم؟ لا، هي حضرتك مش مسألة تحويل الجمعية التأسيسية لجمعية تتبع الشؤون الاجتماعية، واحنا يعني الحقيقة استمرنا كأعضاء جمعية تأسيسية مع بعض لمدة 6 أشهر، والحقيقة كان يعني في النهاية وصلنا إلى درجة كبيرة من التوافق والمودة بيننا وبين بعض، وقلنا إنه الخبرة اللي تراكمت عندنا في هذه الجمعية، سواء كخبرة في إنتاج الدستور والتعرف على الدساتير السابقة، أو كخبرة في التعامل بيننا وبين بعض، او كرؤيه لكيف يمكن ان تطبق هذه المواد يعني في الدستور لمصلحه مصر بعد كده، يعني شعرنا يعني نتيجه باب مسؤوليه ان احنا يكون في كيان بيجمعنا على اساس ان احنا نساعد في ان احنا ننشر الثقافه الدستوريه ما بين الناس، ونسعى برضو على التاثير وعلى متابعه انه المواد اللي جت في الدستور انها تترجم في صورة قوانين بشكل منتظم. والصورة الوحيدة اللي كان ممكن نعمل من خلالها هي ان احنا نكون جمعية غير هادفة للربح، جمعية اهلية بتجمعنا، بتضم اعضاء جمعية تأسيسية، وتضم ايضا يعني احنا كاعضاء مؤسسين، لكن ممكن تضم ايضا اي حد مهتم بموضوع الدستور ونشر الثقافة الدستورية وتكريس تطبيق الدستور على ارض الواقع في صورة قوانين وتشريعات. شكرا دكتور عمرو دراج امين الجمعية التأسيسية. النهاردة اجهزة الامن بمحافظة الاقصر تكثف جهودها لكشف لغز مقتل ابنتي الوفدي الكبير توفيق باشا اندراوس نائب مجلس الامة في ثورة 1919. الجريمة كانت في القصر اللي موجود بشارع كورنيش النيل، وتم العثور على الجثتين على الارض داخل القصر، وهما صوفي ولودي توفيق اندراوس. قصر توفيق باشا اندراوس اللي حصلت فيه الواقعة استضاف كتير بمشاهير العالم، وتصدر القصر واجهة معبد الاقصر الجريمة تم اكتشافها بعد ما فشل
محامي أسرة توفيق باشا في الوصول للضحيتين، فبلغ البوليس. البوليس اكتشف وفاة السيدتين بآلة حادة. وعلى فكرة توفيق باشا مات في 6 يناير عام 35، ووالده النراوز باشا بشارة كان من أثرى أثرياء مصر، وقام والده بوقف 100 فدان لخدمة مساجد وكنائس الأقصر مناصفة. معنا على التليفون ست اللواء أحمد ضيف صقر مدير أمن الأقصر. مساء الخير ست اللواء. النور يا فندم، زي حضرتك. تفاصيل الحادث يا فندم وماذا تم فيه؟ هو احنا فعلا اخترنا زي ما حضرتك ذكرت كده من المحامي انه هو بيحاول يعني يتوصل ليهم من خلال الطرق على القصر، فملاش استجابة فتوجه الى القسم الأقصر، واصطحب الضباط إدارة البحث معاه وتوجهوا إلى مكان القصر، وبرضه حاول الطرق ولكن مفيش استجابة، فقاموا بعد كده إن هم كسروا الباب ووجدوا فعلا الجثتين موجودين اللي هي صافي ولودي، في مصابين وفي إصابات في الرأس من جراء التعدي عليهم بآلة حادة تم العثور عليها بجوار الجثتين. احنا طبعا على فور تم تشكيل فريق من إدارة البحث عندنا في المدينة وقطاع مصلحة العام وضباط كلها اللي موجودين المعنيين بالجرائم القتل على اساس ان هم يتوصلوا الى مرتكب الحادثة. حطينا كل الابعاد خاصة ان هم الاثنين مش متزوجين، واحدة فيهم تبلغ 81 سنة والتانية 80 سنة، وكانوا طبعا محجمين عن الزواج نظرا ان هم يعني كانوا يعني متوقعين يعني جوازات يعني يعني في اوصاف معينه. في هم طبعا اثرياء ما معروف عنه. هل القتل بسبب السرقه ولا في اسباب اخرى يا فندم؟ لا لغايه دلوقتي ما يعني احنا انتقلنا للقصر وعيناه ما فيش اثار لسرقات او حاجات موجوده في المنزل للسرقه، كل اموالهم بيحتفظوا بيها في البنوك، واحنا رصدنا طبعا بعض الدفاتر في بعض البنوك خاصه بيهم اللي هم حاطين بيحتفظوا بيها، مش محتفظين باي حاجه في المنازل بتاعتهم سوى الاساس القديم خالص اللي موجود فيه. بس بيقولوا القصر كان فيه تحف وكان فيه مقتنيات كثيره، هل موجوده ولا اتسرقت؟ لا 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 يا فندم خالص، ما فيش حاجه خالص كده، مفيش حاجه خالص. لكن حتى الان لم يتم يعني الوصول الى يعني خيوط في هذه الجريمه حتى الان. ان شاء الله هنتوصل باذن الله فريق البحث واخواننا في القضاء مصلحة العام هنتوصل باذن الله لمرتكب الجريمه في اقرب وقت وبنعلن عنها في الوقت المناسب. شكرا ست اللواء احمد ضيف صقر مدير امن الاقصر. معنا على التليفون ايضا الاستاذ عبد المنعم عبد العظيم صديق الاسره. مساء الخير يا استاذ عبد المنعم. اهلا استاذ عبد المنعم، اهلا بيك. الله يخليك استاذ عبد المنعم. معانا معاك يا فندم. ايه اللي حصل يا فندم؟ اللي حصل انه المحامي بتاع الاسره دي حب يزورهم كما يتعود يزورهم يوميا، فما لقيش حد بيرد عليه، فاكد انه في جريمه وراء عدم الرد، ففتحوا الباب لقوهم مقتولين في كل واحده فضل. حضرتك بتعرفهم من زمان؟ يعني كانوا عايشين ازاي؟ حياتهم كانت ازاي الفتره اللي فاتت دي؟ هل في حد كان بيتردد عليهم؟ هل تعتقد ان في يعني في مبعث وراء هذه الجريمه في تقديرك؟ كان يعني بيشرفوا على زراعتهم وبيتابعوا زراعه القصب وبيتابعوا املاكهم، وكل حياتهم كانت القراءه والكمبيوتر، ما كانش فيه يعني جديد في حياتهم غير انهم كانوا بيطلعوا رحله سنويا حوالين اوروبا، من فتره يروحوا باريس وروما ولندن. طب هل القصر تعرض لاي سرقه قبل كده يا استاذ عبد المنعم؟ تعرض لسرقه من جندي حراسه كان بيتصور انه في اثار، لانه توفيق باشا اندراوس واندراوس نفسه كانوا من هواة جمع الاثار، وفي اشاعات كثيره انه البيت كان يحوي اثار، وما ده كان السبب في اقتحامه. وهل ده صحيح او غير صحيح؟ كان فعلا في اثار في البيت؟ هو في تحف نادره لانهم كانوا من هواه جمع التحف النادره. وكانوا برضه بيجمعوا اثار دكتوره فوزيه اسعد كتاب بيت الاقصر الكبير اتكلمت عن تحف أثرية موجودة في القصر من سوسن ابنة ياسر باشا اندراوس،
المطاعم احتفظ بالبيت بمجموعه من التماثيل والتحف الصغيره. شكرا الاستاذ عبد المنعم عبد العظيم صديق اسره اندراوس. والنهارده شهدت محافظه الدهريه حادث مروع بعدما لقي طبيب مصرعه. تعرضت ممرضتين لاختلاق في حضانه خاصه بالدهليه نتيجه استنشاقهم عادم موارد كهرباء وتراكمت كميات كبيره من الدخان وثاني اكسيد الكربون وادت للحادث. تم انقاذ 7 أطفال حديثي الولاده. معنا على التليفون الدكتور لؤي مصطفى صاحب الحضانه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ عليكم. عليكم السلام. يعني في البداية يعني نحتفل ان شاء الله دكتور محمود زميلنا واخويا الصغير عند الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يتقبله ان شاء الله في الصالحين. هو طبعا حصل الصبح، هو طبعا دكتور محمود كان نبطش في المركز، احنا مركز مرخص في عمارة، فاحنا كان دكتور محمود نبطش وكان معاه فيه من التمريض مي ونرمين. فحصل ان جالي تليفون من العامله جايه الساعه حوالي الساعه 10 الصبح، فبتقول احنا بقالنا فتره بنخبط على الباب، هي في باب على السلم وفي باب للشقه على طول بتاعت الحضانه. الباب على السلم كان نوع من انواع التامينه، فهم بيخبطوا على باب السلم بقالهم فتره ما حدش بيرد والكهرباء كانت قطع، وعرفنا ان الكهرباء قطع من الساعه 3 بالليل يعني. فانا قلت لها ننزل حالا، فاتصلت بيها بعدها بدقيقه قالت لي ده احنا يعني حاولنا نفتح الشباك مع حد من الاهالي فلقوا الممرضه واقعه في الحضانه يعني. كسروا الباب ودخلوا فلقوا الدكتور محمود عليه رحمه الله يعني قاعد على المكتب بره. هي اليونت بتاع الحضانه جوه الشقه، يعني اليونت لها عازل وبره المكتب اللو سكرين كده بيطلع. هو ايه اللي وصل عادم الموارد الاطباء والاطفال؟ هو طبعا حضرتك هو الدكتور محمود لقوه بره اليونت نفسه متوفى على المكتب والممرضتين واقعين جوه. هو طبعا المولد بتاع الجنريتور بتاع الكهرباء بره الحضانه اصلا خالص يعني على السلم، واخد بالك حضرتك ازاي؟ بس هم لقوا الباب اللي باظه اللي هو بيفتح على السلم مقفول وباب الحضانه مفتوح، يعني واخد بالك حضرتك ازاي؟ فطبعا يعني احنا يعني التصور الاكثر احنا مش عارفين لحد دلوقتي ايه اللي حصل، بس هو اللي يبدو في الصوره الممرضتين برضو يعني بداوا يتعافوا يعني مش مركزين قوي، مش عارفين لسه برضه. هو ده عادم ولا غاز يا دكتور لؤي؟ ده عادم ولا غاز؟ لا مفيش غاز عندنا اصلا في الحضانه خالص، احنا كل اللي عندنا اكسجين، يعني في المواسير في الانابيب اكسجين واير هواء. اصل لو عادم وهيشموه هيهربوا ولا ايه؟ هو طبعا الممرضه انا قلت لها قالت لي كانت ريحه خفيفه قوي، فهي يعني هي بتقول مش عارفه انا ايه اللي حصل، لقيت زميلتي جايه تقول لي انا مش قادره وانا بقول لها مش قادره، فدي وقعت ده كلام بس هي مش مركزه يعني. انما احنا انا شخصيا تصوري الدكتور محمود طبعا قديم معانا ربنا يكرمه، وقطع الكهرباء انت عارف مصر يعني الكهرباء بتقطع كتير جدا وبنشغل مكنه كبير جدا بتاعت مولد الكهرباء، فهو يبدو ان هو نام على المكتب يعني ونام على المكتب، فلم يتنبه ان هو يفتح الباب اللي بره او كده، فساب باب الحضانه مفتوح وباب اللي بره مقفول. يعني اخبار حضرتك. طب خليك معايا دكتور لؤي، معانا ايضا الدكتور اسامه فريد وكيل وزاره الصحه بالدهليه. دكتور اسامه، ايه اخر تطورات الحادث؟ وحضرتك طبعا زي ما وقال هناك تفتيش على هذه الحضانات واجراءات الامن والسلامه؟ انا ولا حضان مرخص. وفي جنريتور في مولد عشان لما كهرباء تنقطع يشتغل الجنريتور بالطبع الطبيعي. في كل الامكانيات، في طبعا تفتيش وفي ترخيص، واحنا بعتنا النهارده طبعا المسؤول عن الحضانات وبعتنا المسؤول عن العلاج الحر عشان يشوف المكان. هو طبعا الحاجه المحيره حضرتك زي انت بتقول ان الخمس اطفال الموجودين الحمد لله، طبعا احنا بنأسف لوفاه الطبيب الحمد لله بحاله جيده جدا، وان هو يعني حتى ما علمنا من احد الممرضات ان هي لما انقطعت الكهرباء تقريبا الطبيب مش عارف يشغل المولد، فسال المهندس فقالوا شغاله بالطريقه الفلانيه، فيبدو الله طبعا ما اعرفش ايه اللي حصل لانه الجنريتور موجود على السلم، فيبدو انه شغال غلط وراح نام كمان وهم ناموا، فحصل تقريبا احتمال حصل انبعاث نتيجه تشغيل المولد بعض هو المولد تقريبا بيشتغل بالسولار او كيروسين فحصل اختناق ليهم، لكن هو الحقيقه الحضانه. طب هل اطمنتوا على صحه الاطفال في الحضانات يا دكتور اسامه؟ طبعا حاله جيده جدا، حتى احنا عرضنا على الدكتور لاي احنا نقله مستشفى شربين، هو انا مش يعني هم مش محتاج لان انا عندي كل وقت انا عندي كل الامكانيات اللازمه لتشغيل الحضانه. طيب هل في تحقيقات بتتم في الموضوع عشان نعرف ايه؟ طبعا في حضرتك في تحقيقات في النيابه، واحنا هنعمل كمان لجنه هتروح من عندنا عشان تفحص الجنريتور وتشوف هل الجنريتور ده فيه اي خلل، لان طبعا مش مفروض ان يحصل الكلام ده طبعا في الطبيب. طب والطبيب اللي توفى الله يرحمه هل تبين اسباب الوفاه ايه؟ هو المفروض حضرتك بقى يعني اعتقد النيابه هتحول هتطلب تشريح الجثه علشان خاطر يعرفوا هل هو يعني طبعا برضو في حاجه محيره حضرتك ان الخمس اطفال كانوا موجودين في نفس المكان اللي حصل فيه القصه دي
وحالتهم جيده جدا والدول حصل لهم فاحنا عايزين نعرف ايه السبب اللي حصل لهم هذا الشيء بالرغم ان الاطفال اكثر عرضه لان هم لسه حديث الولاده ولسه اطفال صغيرين ومع ذلك لم يتاثروا. شكرا دكتور اسامه فريد وكيل وزاره الصحه بالدائريه دكتور لؤي مصطفى صاحب الحضانه شكرا جزيلا. نقابه الصيادله اكدت النهارده ان وزاره الصحه بعتت لها قائمه 25 مستحضر دوائب تحتوي على تحذيرات من جانب اللجنه الفنيه. النقابه قالت كمان ان من بين القائمه اللي ارسلتها الصحه ادويه مطلوب سحبها من الاسواق انها بتحتوي على ماده باراسيتامول وايبروفين مثل مستحضر ميجافان وستافيين. اللجنه قالت ان بعض الادويه دي بتسبب اثار جانبيه لمرضى الكلى وبعضها بيسبب حساسيه وبعضها لا يجوز اعطائه للاطفال اكثر من 6 شهور. علشان نعرف تفاصيل اكثر معنا على التليفون دكتور عبد الله زين العابدين امين عام نقابه الصيادله. مساء الخير يا فندم. اهلا دكتور عمرو زي الصحه. الحمد لله الله يخليك. ليه تم سحب هذه الادويه يا دكتور؟ والله الاسباب اللي انت قلتها ديت ان الدواء ده مركب من مادتين ماده ايبوبروفين وماده باراسيتامول الاثنين مسكنين والاثنين خفض الحراره. وبعدين هذا التركيبه دي لانها في الحقيقه مش منتشره في دول كثيره يعني تحوطا وعشان ما يحصلش في مضاعفات فتم التحفظ على او التحفظ على هذه التركيبه بحيث انها تسحب لان يعني دوله يعني ليست مرجعيه في دول كثيره ربما تكون موجوده في اسبانيا فقط لهذه الاسباب تمت يعني كان في تحفظ اللجنه الفنيه على تداول هذه الاصناف اللي فيها التركيبه دي اللي هي المركب ده يعني هذه الادويه دكتور ضاره ولا تحسبا بس؟ لا هي تحسبا في الحقيقه انت عارف اغلب هذه الادويه معموله للحراره يعني ميجا فين والباراسيتامول دي كلها مخفضات حراره اظن. هي مفيش تقارير مؤكده عن اضرار لها ولكن نوع من التحسب والتحفظ علشان يعني لان مفيش ابحاث اتعملت على هذه التركيبه فتم رفضها وسحبها. بس اولا دي بقى لها فتره في السوق وبعدين هتعملوا ايه مع الصيدليات اللي تمتنع عن تنفيذ القرار؟ لا هي حضرتك الصيدليات ما عندهاش مشكله حيث ان الشركه على طول بتسحب هذه الاصناف بتاعتها ويتم ارتجاعها يعني مفيش مشكله مع الشركات بدون صدر قرار من اللجنه الفنيه بهذه الاصناف فبيتم ارجاعها من الصيدليات بنظام الاستدعاء او الريكول يعني. عايز اسمع منك تعليق عن ازمه نقص الادويه في الاسواق وارتفاع اسعارها والناس كتير بتشتكي ان في ادويه كتير مش موجوده. هو طبعا حضرتك عندك حق في موضوع نقص الادويه. عندنا بعض الادويه لاسباب مختلفه ناقصه زي مراهم العين واثرات العين لان بعض خطوط الانتاج تم اغلاقها للتطوير في الشركات اللي وللاسف تم اغلاقها يعني بطريقه مفاجئه مما احدث هذا العجز في هذه الاصناف بالاضافه الى بعض الاصناف الاخرى اللي ربما يكون في مشكله في توفير المواد الخام بتاعها فبيتم تاخير الانتاج شويه مما يؤدي الى نقص هذه الادويه. واحنا في الحقيقه بنهيب وزاره الصحه الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بس عندها نوع من الاحصاء علشان معالجه هذا السبب مبكرا وقبل الصنف ما قبل الدواء ما ينقص يبقى في نوع من الاستعداد لهذا الامر حتى لا يحدث هذه المشكله. عموما احنا عاملين دكتور عبد الله تقرير انا عايزك بعد ما اقفل معاك تشوف التقرير عشان تشوف حجم النواقص قد ايه. وبشكرك جدا دكتور عبد الله زين العابدين امين عام نقابه الصيادله. نشوف التقرير اللي عملوه زملائنا في البرنامج 90 دقيقه عن نقص الادويه في الاسواق في الصيدليات. نرجع تاني. ظاهره خطيره يعاني منها المواطن المصري الا وهي النقص الشديد في الادويه الهامه التي لا يجدها في الصيدليات او المستشفيات العامه واذا وجدها يضطر الى شرائها باسعار مرتفعه. انا جاي الوقت اخد حاجه من الاجزخانه. هيقلك دكتوره لو هتديني البديل بتاعه مش هاخده، انا عايز اللي الدكتور كاتبه. كنت بسال على بخاخه للاطفال لسه المواليد يعني بس فبقالي يومين عمال الف عليها ما فيش. بالنسبه لمرض سي منتشر في الصعيد وفي الارياف شلبه الهريسه وبتاع والحجن مش موجوده. الادويه الغاليه بتبقى ناقصه، الادويه بتاعت امراض السرطان والحاجات دي بتبقى ناقصه. الادويه بتاعت السكر زي الفيروس الكبد زي الكلام ده كله ده مش موجود.
وتروح مثلا المستشفيات العامه برضو ما فيش الكلام ده. بندور على اي ادويه للانسولين دلوقتي غالي وما يعرفوش يجيبوه. الترموسين ده بتاع الاطفال ده شوف اللي يمكن ليه 30 سنه يعني من اول ما وعينا علوش الدنيا واحنا بنجيبه الكلام ده دلوقتي خلاص اتلغى خالص. كنت بجيب ادويه خاصه بامراض الكبد للمدام عندي هو اللي مش لاقيه ولو لقيت بلاقي اسعارها غاليه جدا. انا مات ابني مات بسبب الدواء مثلا كده ده الدواء معيش فلوس انا اجيب دواء حضرتك والدواء بتاعك كان غالي كان تبلي كان في الحضانه. موضوع نقص الادويه والحاجات دي بتبقى من الصيدلي نفسه بيسمع ان في دواء هينقص من السوق او بيسمع ان في ادويه هيغلى سعرها فبيضطر ان هو يخزنه عشان خاطر يطلعه في وقت ما السعر يزيد او وقت ما يكون ناقص من السوق. اكد الصيادله على خطوره تلك الازمه ويرى نقيب الصيادله ان هناك اسباب كثيره خلفها كما اوصى ببعض الحلول لها. في بعض انواع ادويه القلب تمام دي اللي بيحصل فيها عجز شويه واللي هي بتمثل مشكله طبعا الحاجات المدعومه زي البان الاطفال والانسولين المدعوم والكلام ده كله. ناس كتيره جدا بتخش تسرق الانسولينات وخصوصا المدعمه طبعا اللي هي المستورده مش موجوده وحاجات الاطفال بالذات زي الاوتروفين والحاجات دي كلها ناقصه جدا من السوق ده طبعا بسبب ارتفاع سعر الدولار فاخطر الشركات دلوقتي ما بتستوردش. في عندنا برضو نقص بتاعه الاطفال والكبار ما فيش خالص يعني بتبقى ناقصه جدا وما فيش حتى بدائل. وجينا نحسب الادويه اللي هي ناقصه في السوق المصري تبقى 150 في حدود 150 صنف من اجمالي 12000 صنف مسجلين وبيتداولوا في السوق المصري. امثله الادويه الغير متوفره في السوق عدد كبير من مراهم العيون عدد كبير يمكن احنا في الشتاء من نقط الانف يمكن ديت حاجات مش مؤثره قوي ولكن لما يبقى بعض الادويه اللي بتستخدم للتخدير قبل العمليات ديت ناقصه دي احيانا بتسبب في تعطيل بعض العمليات. الانسولين يمكن اللي بيحصل فيه نقص احيانا وفي مثل هذا الوقت من كل سنه هو الانسولين المدعم وده مرتبط بتوفير السيوله. يمكن في بعض الاجراءات اتخذت في الفتره الاخيره في السنه اللي فاتت لعلاج هذه الظاهره على سبيل المثال وزاره الصحه انشات اداره للنواقص واتخذت بعض القرارات تعالج على المدى القصير وتعالج بشكل وقتي على سبيل المثال كان في ادويه بتنقص لانها بيتم تصديرها فتم صدور قرار بان مفيش دواء يتصدر للسوق الخارجي لو هو في نقص فيه في السوق المحلي فلابد من دعم شركات قطاع الاعمال المملوكه للدوله بحيث تتمكن من انها توفر الاصناف باسعار معقوله للمريض المصري والحل الاخر لابد من الاسراع في انشاء المنظمه المصريه للدواء على غرار هيئه الغذاء والادويه الامريكيه. قالوا ان الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء ولكن مع اختفاء الدواء وارتفاع اسعار الكثير منه تثار الازمه والضحيه هم المرضى وخاصه الفقراء فهل يمكن ان نحل هذه المشكله وهل يمكن ان نوفر للمواطن ابسط حق من حقوقه وهو ان يحيا بصحه جيده؟ سحر جمال 90 دقيقة قناة المحور. في أزمة دواء بالتأكيد أنا بعرف يعني الحقيقة مرضى كثيرين عندهم مشاكل مش لاقيين أدوية. أدوية خاصة بالكلى خاصة بالسكر خاصة بأمراض القلب. فيعني هننتظر لإيه؟ يعني محتاجين النهاردة للسيد وزير الصحة والجهات المعنية تتحرك بسرعة. في أزمة دواء كبيرة جدا. وانا اعرف ان في ناس بتشتري بالعلبتين وبالثلاثه عشان عارفه انها مش هتلاقي الدواء ده بعد كده. طب ايه الحل؟ وبعدين الازمه مش ازمه ما فيش انتاج، لا، واضح ان في توقف عن الانتاج وفي مشكله في المنتج الدوائي، في ازمه كبيره، ارجوكم الحقوها عشان لا نفاجئ كمان فتره بسيطه ان احنا مش لاقيين كمان دواء للناس. انا بقول اهو انا بلغت اللهم فاشهد من دلوقتي بقول في ازمه دواء كبيره موجوده في الاسواق. السادة المسؤولين المحترمين عليهم يتحركوا بسرعة مش هننتظر لما المرضى يموتوا عشان يتحركوا. وصل القاهرة اليوم سفير يعقوب أميتاي سفير إسرائيل لدى مصر قادما من تل أبيب بعد خروجه خارج مصر لمدة أسبوعين وكبت احتفالات العام الجديد. أميتاي وصل على طائرة إير سينا قادما من تل أبيب بصحبته طاقم السفارة المكون من 7 أفراد بينهم يهودا جولان القنصل العام الاسرائيلي. وحسب المصادر الصحفيه 90 دقيقه جرى تامين موكب سياره سفير قبل خروج المطار وسط حراسه الى مقر اقامته بضاحيه المعادي لمتابعه نشاط السفاره واهم الملفات اللي هيطرحها
وطرحت ارسلوا بها طلب للخارجيه في هذه العمليه، هو طلب تحديد مكان جديد للسفاره الاسرائيليه الذي ما زال ملفا معلقا الان بعدما تقدمت اسرائيل بطلب لان يكون في منطقه المعادي، لكن مصر لم ترد ولم توافق حتى الان على المكان المقترح من قبل اسرائيل. وكانت السفاره الاسرائيليه قد سلمت مقرها القديم امام كوبري الجامعه لملاكه بعد اقتحامه منذ سبتمبر قبل الماضي. معنا على التليفون سيد سفير حسين هريم مساعد وزير خارجيه لشؤون اسرائيل. اهلا بيك سيد سفير. اهلا يا فندم مساء الخير. ايه الاجراءات يا فندم اللي يتم اتباعها عند نقل السفاره؟ وهل هناك خلاف حول تحديد مكان السفاره الجديد؟ يعني انا يعني هي الدوله المعنيه بتخاطب وزاره الخارجيه وبتطلب مقر جديد للسفاره وبتحدد مكانه او عده بدائل. وبعدين الدوله في الحاله دي الحكومه المصريه وزاره الخارجيه تحديدا بتنظر في الطلب دوت عن طريق التنسيق والتعاون مع كافه الاجهزه الامنيه في الدوله ويشوفوا اذا كان ممكن تامين مقر المقر المقترح للسفاره ام لا. والعمليه طبعا في الحاله اللي احنا بنتحدث فيها اللي هي اسرائيل فمش هيكون من السهل يعني الموافقه على موقع جديد الا بعد التاكد تماما انه سيكون مؤمن بصوره عاليه، وانه برضو من ناحيه اخرى لن يعرض السكان في المنطقه دي لاي مصادر تهديد محتمله في المستقبل. طيب يعني يمكن ده خليني اسالك عن الموقف الدبلوماسي الان. احنا كنا سحبنا سفيرنا اظن من اسرائيل في اعقاب احداث غزه، هل الاوضاع الان بين البلدين الان في ظل مطالبهم بوجود او ايجاد مقر اخر بديل ليهم لسفارتهم، الوضع ايه بين مصر واسرائيل الان يا فندم؟ يعني انا تقديري ان الوضع هادئ الان، وموضوع السفاره دوت موضوع طبعا زي ما حضرتك اشرت هم نقلوا من المكان القديم بتاعهم بعد احداث ومظاهرات اغسطس سبتمبر 2011. لكن انا اعتقد ان العلاقات الوقت هادئه. السفير المصري هيرجع امتى ده مساله طبعا الحكومه المصريه تقررها، لكن اعتقد ان مساله عودته هتكون قريبة لأنه طبعا الظروف اللي استدعت سحبه انتفت الآن بعد الاتفاق اللي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية وحماس عبر الوساطة المصرية. وأتصور أن هو هيعود قريبا، مش عايز أقول قريبا جدا، لكن في المستقبل القريب هيكون في مقر عمله في تل أبيب. شكرا استاذ سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق لشؤون اسرائيل. وحتى الان اسرائيل ما لهاش مقر سفاره في مصر، ويا ريت ما يكونش ليها مقر سفاره في مصر. الانبا كيرلس اسقف نجع حمادي عقد مؤتمر صحفي النهارده واكد ان مدينه نجع حمادي شهدت منذ ثوره 25 يناير لحد دلوقتي 34 حالة اختطاف لأثرياء الأقباط، منها 11 حالة عادت إلى أسرها مقابل دفع مبالغ مالية وصلت لما يقرب من 3 ملايين جنيه، بجانب 7 حالات عادت دون دفع فدية وتمام محاولات اختطاف فاشلة، و7 حالات تخضع للابتزاز والتهديد مقابل دفع إتاوة مالية. واتهم الأنبا كيرلس عناصر إجرامية تتخذ من بعض القرى المجاورة التابعة لمركز نجع حمادي وقرية نجع سعيد التابعة لمركز ديشنا أوكار إجرامية مأولها. معنا على التليفون الانبا كيرلس اسقف نجع حمادي. مساء الخير يا فندم. اولا كل عام وانتم بخير. يعني سلام ربنا عليك. سيادتك عملت النهارده مؤتمر صحفي، اولا لماذا المؤتمر الصحفي تحديدا يوم المؤتمر الصحفي؟ وكان في بعض الزياره الصحفيين بيعيدوا علينا. ايوه بمناسبه عيد الميلاد المجيد وبعد كده فتحوا الموضوع. فانا رديت عليهم الرد اللي انا برده وبدي كل حقه، يعني لا بظلم الامن ولا بظلم ده ولا بظلم ده، لان انا اي كلمه اقولها ربنا يحاسبنا عليها. ايوه. فانا بقول القضيه دي فيها اربع اطراف. نعم. الطرف الاولي القرى الاجراميه اللي معروفه بحمر ادوم وابو حزام ونجع سعيد. ودي كلها شرق النيل. نعم. بعد كده النقطه الثانيه الخاطفين. النقطه الثالثه اهل الخاطفين. النقطة الرابعة في بعض المحرضين على الخطوة اللي داخلين في سمسرة في رجوع المخطوفين. نعم. فمن هنا لما بيحصل عملية خطف أصولا من أهل المخطوف يبلغوا النيابة والشرطة بالقضية.
عشان الشرطه تدي قرار ده بتحضر وتحرر في الموضوع. يعني هي بتدي قرار للشرطه فمش يحضر التبليغ. النقطه الثانيه لما بيرجع الولد اصلا اهل المخطوف يقولوا مين اللي كان الوسيط في الدخول في الموضوع واللي قبض خد منهم الفلوس وداهم ورجع الولد، وصولا ارضى يبلغوا الامن ان ولدهم رجع عشان يعملوا محضر برجوع الولد. في الحاله دي ما في بلاغات. فبالتالي القضيه تكمل اجزائها ازاي؟ وسيادتك بتشوف يعني من يقف وراء هذه العمليات نيافه الانباء؟ من يقف وراء هذه العمليات؟ يقف وراء هذه العمليات هم المجرمين المعروف من قرى في الثلاث قرى اللي سمعتها من سيادتك. ودول عايزين اجراءات امنيه رادعه لن تقدر عليهم الشرطه لوحدها، ولازم تنزل مع قوات الجيش. من يعطي الامر لقوات الجيش للدخول الا رئيس الجمهوريه؟ نعم. انت اذا تناشد السيد رئيس الجمهوريه حمايه، تناشد السيد رئيس الجمهوريه حمايه المصريين في صعيد مصر من الخاطفين والاجرامين الموجودين في البلاد. شكرا نيافة الانبا كرولوس اسقف نجع حمادي. بسبب سوء الاحوال الجوية والامطار ادت انهيار منزلين في اسوان ولم تحدث خسائر، ومنزل اخر في المنوفية، وادى لوفاة اربع اشخاص، وتسببت الامطار في تعطل حركة الملاحة بالاسكندرية والسويس. معنا على التلفون الاستاذ الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية. دكتور حسن مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. اللي يعني تأثيرات الطقس البارد الشديد والنوات على الاسكندرية النهاردة يا فندم؟ هو الـ احنا جالنا تقرير الارصاد ان سرعة الرياح وصلت حوالي 50 كيلومتر في الساعة اللي هي عبارة عن 30 عقدة، والامواج ارتفعت لاربعة ونص، وطبعا البغاز مقفول. داخل البغاز داخل الميناء في 40 مركب مؤمنه الحمد لله تامين كامل حسب التقرير اللي جالنا من الميناء، وفي 15 مركب واقفه في الخطاف في المراكب الكبيره وبرضه الحمد لله مؤمنه وعلى اتصالات دائمه بها من اداره الميناء. في الحمد لله داخل اسكندريه ما حصلش غير حادثه بسيطه ان في نخله وقعت، والحمد لله ما حصلتش خسائر في الارواح، وقوات الدفاع المدني على الفور قامت بانتشالها. لكن الحقيقه المشكله اللي محتاجه دعائنا كلنا كمصريين ان في مركب للصيد عليها 10 افراد من مواطنين من اهل اسكندريه من منطقه ابو قير، ودول موجودين بمركبهم قصاد راس الحكمه، وطبعا العاصفه شديده جدا والمركب على وشك الغرق. لكن الحمد لله من وقت ما الخبر جه وتم الاتصال وابلغنا مكتب سياده الرئيس، وبلغنا انه تم تنسيق على اعلى مستوى، وصلت لهم اكثر من طياره، وفي الطريق اليهم كمان مركب كبيره، والحمد لله رب العالمين انه الطيارات رمت لهم بعض مراكب الانقاذ الهوائيه، بعضها في الاول جرفوا الطيار نتيجه سرعه الريح الشديده، لكن منذ لحظات ربنا سبحانه وتعالى لطف بيهم، واكثر من مركب من مراكب الانقاذ قدروا يمسكوها وبداوا ينتقلوا من مركبهم اللي على وشك الغرق الى مركب الانقاذ. وبنشكر الحقيقه تعاون كل اجهزه الدوله من البحريه، الطيران، الغرفه المركزيه للقوات المسلحه، وطبعا التنسيق الرائع اللي نقلناه من مكتب سياده الرئيس، بالاضافه الى المجهود اللي قام به سيد محافظ مطروح انه راح بنفسه لمنطقه راس الحكمه اللي بتقع داخل اطار محافظته. بنصبر الاهالي وبنطلب من الناس كلها ان شاء الله انها تدعو ربنا ان ولادنا العشره دول من صيادين اسكندريه يرجعوا لاهاليهم ولزويهم وهم سالمين امين باذن الله. شكرا دكتور حسن البرنس نائب محافظ اسكندريه. معنا على التليفون دكتور علي قطب المتحدث الرسمي باسم الارصاد الجويه. دكتور علي مساء الخير يا فندم. اهلا يا دكتور عمرو. دكتور الجو برد جدا النهارده في القاهره وباقي المحافظات وامطار ونوات، الاخبار ايه خلال ال 48 ساعه القادمه؟ والله ما زالت سوء الاحوال الجويه مستمره. امطار هتكون غزيره غدا ان شاء الله في سينا، الامطار دي هتوصل القاهره مساء تاني، وسرعه الرياح لوقت الظهيره هتكون عاليه جدا تتجاوز ال 50 كيلومتر في الساعه في القاهره ومعظم محافظات شمال وفي سينا. في ما زال هناك ارتفاع للامواج في البحر المتوسط تتجاوز الثلاث امتار، وكذلك في البحر الاحمر امام الغردقه وشرم الشيخ. الامطار هتوصل الغردقه وشمال البحر الاحمر ولكن بكميات قليله، لكن الغزير فيها هيكون في وسط سينا، وده بطبيعه المنطقه ممكن يؤدي للسيول. هنقول في سطوع للشمس وقت الظهيره غدا ولكن الهواء بارد، لكن بعد غدا الاربع هيكون درجات الحراره منخفضه جدا،
هتوصل على القاهره 12 درجه مئويه، وده يدينا احساس بان ما زال الطقس. الصغرى كام بقى؟ الصغرى الاربع ليلا تنخفض الى 6 درجات مئويه. لكن غير صحيح الاشاعه اللي طالعه اللي بتقول ان يوم الخميس هتكون تحت الصفر. لا 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 مفيش اي كلام ده، بالعكس ده الخميس الصغرى في القاهره ممكن تبقى 7 درجات مش للدرجه ديت يعني. ولكن هي المناطق المفتوحه يا دكتور عمرو زي المدن الجديده سواء 6 اكتوبر العبور القاهره الجديده بتبقى اكثر عرضه في الاحساس بشده برود الطقس عن المناطق الاخرى بسبب سرعه الرياح انها بترتفع فيها، وانها مناطق شبه صحراويه بمعنى ان بالليل بتنخفض درجات الحراره كثيرا. يعني احنا اذا كنا 6 درجات داخل القاهره فممكن توصل 4 درجات في المدن الجديده وفقا للطبيعه الجغرافيه اللي هي فيها يعني. نعم. شكرا دكتور علي قطب المتحدث الرسمي باسم الارصاد الجويه. عندما اعترضنا ان يحاصر احد مدينه الانتاج الاعلامي ويحجب صوتنا كنا ندافع عن حريه الراي والاعلام، واليوم والبعض يطالب بحصار من نوع اخر بالصوت والصوره. نقول اننا ايضا ندافع عن حق الناس في المعرفه. هذه المقدمه بقولها ليه؟ بقول لكم عندنا ايه النهارده في برنامج 90 دقيقه. هيكون معانا النهارده بعد الفاصل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في حوار بناء على اتفاق مسبق اثناء مداخله تليفونيه اللي فضلته معانا منذ تقريبا اسبوعين. فوجئت النهارده بان هناك بعض الدعوات التي تدعو الى مقاطعته اعلاميا. ومع تقديرنا لتلك الدعوات الى اننا لا نعرف على وجه اليقين ممن صدرت وما حيثيتها، وذلك لاسباب متعدده، منها اننا لم توجه لنا الدعوه للمشاركه في اتخاذ مثل هذا القرار، تمام، مثلما لم توجه لنا الدعوه من قبل للمشاركة في قرار تسويد الشاشات يوم 5 ديسمبر الماضي والذي تم التراجع عنه ملاحقة للأحداث. وفي الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان مع حتمية وحدة الصف ولم الشمل والالتفاف حول نقاط الاتفاق والابتعاد عن نقاط الخلاف وشعور كل مواطن بأن له حظا ونصيبا في هذا الوطن، فليس للوطنية مفتاح واحد ولا سبيل واحد. في مثل هذا الوقت يصبح لزاما علينا كمنبر إعلامي لا يحمل إلا صوت هذا الوطن أن نعرض كل الآراء، تاركين للمشاهد المحترم تقييم الموقف إجمالا بما يراه مناسبا. بعد الفاصل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق للرئاسة الجمهورية، الفقرة الأولى. الفقرة الثانية لقاء ما بين الزميلة ريهام السهلي مع الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل. الفقرة الثالثة الفريق الجميل اللي بنحتفل معاه النهاردة بعيد الإخوة المسيحيين، فريق أنا المصري. تعالوا دلوقتي نشوف نشرة أحوال مصر ونعود نستقبل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. نظم عدد من شباب الثورة والنشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالي لإحياء ذكرى استشهاد الشاب السلفي السكندري سيد بلال. وزارة الأوقاف أعلنت بدء الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 22 من يناير بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف بحضور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. سلطات ميناء الإسكندرية قررت استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح. قطاع مصلحة السجون أقامت احتفالا دينيا بجميع السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2013، وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة للنزلاء لمشاركة ذويهم في الاحتفال. العشرات من ضباط الشرطة أقاموا وقفة احتجاجية صامتة صباح اليوم أمام دار الضيافة بمدينة نصر تحت عنوان وقفة الكرامة، اعتراضا على تصريحات المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل. طلعتنا طبعا المواقع الإلكترونية إن 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 الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بيوجه لنا، أو هو كان تسجيل مصور وقال على جهاز الشرطة ألفاظ لا طريق أبدا من النخبة إن هي تخاطب بيها جهاز الشرطة، لأن أعتقد إن هم فاهمين أكتر من غيرهم إن جهاز الشرطة ده الجهاز اللي بيحمي الوطن وهو اللي بيحمي ممتلكات وأراضي المصريين. أعتقد إن ده شيء كبير جدا يثير استياء كل الضباط ويخليهم يغيروا على وزارتهم ويخليهم إن هم يطلعوا النهاردة يعبروا ويردوا على الإهانة بطريقة حضارية جدا، إن هم يوقفوا وقفة صامتة 5 دقائق تعبيرا عن غضبهم، شايلين لافتات محترمة جدا شعراتها زي ما حضراتكم شفتوها،
ما عندناش مشكلة مع أي حد، ما عندناش مشكلة سياسية مع أي حد، إحنا بنخدم الشعب المصري، بنخدم المواطن المصري بالأساس. حكومة هشام قنديل استأنفت اليوم مفاوضاتها مع بعثة الصندوق النقد الدولي بالقاهرة للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار لسد العجز في الموازنة والحصول على شهادة ثقة من الصندوق للاقتصاد المصري. الرياح العاصفة تسببت في الإطاحة بمتحف الثورة الذي نقله المعتصمون أمس من أمام البوابة 4 لقصر الاتحادية إلى بوابة نادي هليوبلس. وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أكدت في بيان صحفي لها السعي لتقنين أوضاع البحث والتنقيب العشوائي عن الذهب في الصحراء الشرقية بمحافظة أسوان. هذا البرنامج برعاية